اهلا نسالكم الخوت، هذا واحد الفيديو سريع على واحد الاير دروب. كنتمنى انكم تستغلوا الفرصه. هذا الاير دروب هذا القيمه ديالو 160 دولار اللي من خلاله كتحصلوا على 8000 من التوكن ديال هذا الموقع هذا اللي هو واحد الموقع جديد يلاه في مرحله البري سيل سميتو دودو. اذا اللين ديال الاير دروب غتلقاوه في الديسكريبسيون، غيديكم لهذا التليجرام بوت ديالو. اول حاجه غتكوبيو هذا البيبي دوغ دودو، غتدخلوا هذا الجروب هذا الاول، غدوا ليه جوين وغتكتبوا هاد بيبي دوغ دودو. المهم حنا نكوبيوها غير من هنايا ونعاودو نكتبوها، راه بنادم كاتبها حيت باغي يدخل هو الاير دروب. اوكي كنديرو سنت. اوكي من بعد نرجعو غنديرو سبسكرايب هنايا. من بعد ما كدير سبسكرايب فهاد الشانل كتخرج تعاود دير سبسكرايب فهاد الشانل هادي. بعد ما كدير سبسكرايب عاوتاني ترجع صافي كدير دون. بعد ما كدير دون كتكليكي نيكست. هنا كدير هاد الشروط هادو. اول حاجه كتمشي دير لهم واحد فولو في التويتر ديالهم، غنديرو اوبن كندير لهم فولو بهذا الشكل هذا. نرجعو هنا كدير لايك وكدير روتويت وكدير كتكتب اير دروب وكتاكي شي واحد من صحابك في البوست الاول ديالهم. غنجيو لهنا، هذا هو البوست الاول اللي مدير ليه بين، غدير ليه لايك. انا راه ديجا داخل الاير دروب، غدير لايك ريتويت هنايا، وهنا غتكتب اير دروب، تكتب اير دروب وغتطاغي واحد من صحابك. من بعد كتاخد اللين ديال الريتويت ديالك وكتحطه هنايا. ندخل البروفايل ديالي، هذا هي الريتويت بهذا الشكل هذا. كندير كوبي لينك ادريس كنحطوها هنايا. اوكي كنديرو سند. هنا كنصيفطو الواليت ديالنا ديال الباينانس سمارت تشين ادريس البيب 20. كتاخدو من ميتا ماسك راه باينه ولا التراست وورد، شوف باش كتخدمو. تحطوها هنا. اوكي صافي، انتوما دابا دخلتو. اخر حاجه غديروها ديرو كليم هنايا. صافي دابا غتسناو واحد 3 ايام، 3 ايام بحال ما هكاك، 72 ساعه بحال ما هكاك، غيصيفطوا لك التوكن ديالهم الواليت ديالك. فقط نتايا حاول تاخذ الادريس ولا الكونتراكت ادريس ديال التوكن وحطها عندك في الميتا ماسك ولا التراست واليت باش تسنى حتى توصلك. كان هذا كل شيء في الفيديو ديال اليوم الاخوان. الا كانت عجبكم هادشي ديال الاير دروب وبغيتوا تحصلوا على اير دروبات، ديروا لايك لهذا الفيديو هذا وقولوا لي في الكومنتيرات. ان شاء الله نولي مره نلوح لكم دي ايدروب مزيانين. الله يعاونكم.